بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب فارم دي أورجانيك 2، المحاضرة الثالثة والأخيرة إن شاء الله. المحاضرة الثالثة اللي هي المفروض معاتها النهاردة الاثنين 23/3/2020. المحاضرة الثالثة عن الجزء الأخير اللي هو الكربوكسيليك أسيد، كربوكسيليك أسيد أند ذير ديريفاتيفز، مشتقات الكربوكسيليك أسيد ومشتقاتها. طبعا زي ما هنشوف في المحاضره ان الكربوكسيليك اسيد ومشتقاتها بتتفاعل بالنيوكليفيليك اسايل سبستيتيوشن، وهو ده عنوان المحاضره بتاعنا، كربوكسيليك اسيد اند ذير ديريفاتيفز نيوكليفيليك اسايل سبستيتيوشن. زي ما احنا عرفنا ان كل كلاس من المركبات احنا المفروض ناخد ايه هو الكلاس والتسميه بتاعته، الكومون نيم والويك نيم والسينسز والرياكشن. فنمسك اول كلاس عندنا هو كلاس الكربوكسيليك اسيد. طبعا هو عباره عن كلاس من كلاس اوف اورجانيك كومباوندز كونتين الكربوكسيل جروب. ايه هي الكربوكسيل جروب؟ عباره عن كربونيل جروب اند 1 اتش هيدروكسيل جروب، ات ليست 1 كربوكسيل جروب. الكربوكسيل جروب مي بي اتاتش تو ار الكايل جروب اور اتش. النيم بتاعنا دلوقتي هيكون اسمه الكانويك اسيد. طبعا ده لو هو ساتوريتد او ان ساتوريتد بس مش اروماتيك يبقى اسمه الكانويك. ممكن تبقى الكين اوك، ممكن تبقى الكاين اوك. المهم الار بتاعتي مش حالق بنزين او مش اروماتيك. لو الار بتساوي اروماتيك رينج هسميها في الحاله دي ارايل جروب. طبعا ار معناها ارايل جروب، وتبقى في الحاله دي اروماتيك كربوكسيليك اسيد. زي ما احنا عرفنا ان احنا كل كلاس بناخد فيه الاليفاتيك والاروماتيك، فاحنا ندرس الاليفاتيك اللي هم الالكانوك اسيد والاروماتيك اسيد اللي هم الاروماتيك اسيد. طيب يعني ايه كلمه كربوكسيل؟ كربوكسيل جروب عباره عن كومباينيشن من حاجتين، كربونايل جروب واند هيدروكسيل جروب. كربونايل جروب اللي هي السي دبل بوند او اند هيدروكسيل جروب اللي هي الاو اتش جروب كومباين توجذر تو جيف كربوكسيليك جروب. كربوكسيل جروب تمام. فيها هنشوف دلوقتي عندنا اليوباك نيم لكربوكسيليك اسيد، وهو ان شاء الله يكون الجزء ده سهل بالنسبه لكم عشان هو حاجات اخدتوه منها حاجات قبل كده كويس. في الكربوكسيليك اسيد دايما انا هشوف عندي الفاينل اي، زي ما قلت في المحاضره بتاعت الالدهيد والكيتون، بشوف عندي الفاينل اي اللي موجوده في الالكان او الالكين او الالكين، هشيل الفاينل اي واحط بدلها اوك اسيد. امثله من الكلام اللي انا بقوله، عندك ميثان هيبقى ميثانوك، ايثان ايثانوك، بروبانوك، بيوتانوك تمام. يبقى الساكس اللي عندي عباره عن الاوك اسيد زي ما انت شايف عندك هنا باللون الاحمر اللي هو عباره عن الاوك اسيد، شلت الفاينل اي تمام. طيب النمبرنج هبتدي من فين؟ نمبرنج ذا تشين ستارت طبعا من الكربوكسيل جروب. احنا قلنا الكربوكسيل جروب هي اعلى حاجه في الاكسديشن عشان كده هي جروب نمبر 1. يبقى لما النمبرنج بيد نمبرنج فروم كربوكسيل جروب نمبر 1. السبستيتشنت لو عندي سبستيتشنت هنقول ايدنتيفايد باي ذير نيم اند بوزيشن اند ليست ذيم ان الفابيتيكال اوردر. اكزامبلز we have 4 ميثايل هيكسانوك اسيد. 4 ميثايل الكربون نمبر 4 ستارت نمبر فروم كربوكسيل جروب نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 ميثايل جروب ات نمبر 4 4 ميثايل هيكسانوك اسيد. also if we have الكين اوك like 4 هيكسين اوك 4 هيكسين means that double bond at carbon number 4 كربوكسيل جروب نمبر 1 نمبر 2 CH2 نمبر 3 CH2 نمبر 4 كربون دبل بوند كربون. So it is 4 hexene oic acid or hex 4ene oic acid. Propene oic acid. Propene oic. Propene ene معناها فيها دبل بوند. Propene oic. كويس. Butene oic. 2 butene oic acid. I said before alkan, alkene, alkyne. Remove the final E and add oic acid. الكينوك الكانوك اسيد الكينوك اسيد and so on. The carboxyl group takes precedence أولوية over most of other function group. ايه السبب ان هي اعلى في الاكسدة من اي function group تاني؟ امثلة في الكلام اللي عندنا هنا امثلة 4 hydroxy hexanoic acid 4 hydroxy كربون نمبر 4 كونتين هيدروكسيل جروب اور 5 سوري 5 هيدروكسي هيكسانوك اسيد اور 5 اوكسو هيكسانوك اسيد اور 5 امينو بيوتانوك اسيد. اوكي ذا سبستيتوانت هيدروكسيل جروب اوكسو مينز كيتونز اور امينو جروب
تيك نمبر اند بوزيشن اند سيت ذا فانكشن جروب. دلوقتي لو عندنا كمان الفانكشن جروب موجوده على رينج كويس، اف ذا كاربوكسيل اللي هي فقره كاربوكسيل جروب از باوند تو ا رينج نيم ذا رينج فيرست اند ذن اد سافكس كاربوكسيليك اسيد as we said in aldehyde we name the ring and then add carbaldehyde here we name the ring and add carboxylic acid like 4-methylhexane carboxylic acid 2-methylhexane carboxylic acid 2-methyl the ring is cyclohexane the ring is cyclohexane so it will be cyclohexane carboxylic acid and 2-methylcyclohexane carboxylic acid also if we add that if we have two carboxylic groups داي كاربوكسيليك اسيد هاف تو كاربوكسيليك جروب اد سافكس داي اوك اسيد اوكي اكزامبل اوكزاليك اسيد كاربوكسيليك جروب اتاتش تو انذر كاربوكسيليك جروب اتس نيمد از ايثان داي اوك اسيد ايثان تو كاربونز ايثان داي اوك اسيد يو تيك ان ستيريو كيمستري ماليك اسيد اند فيوماريك اسيد ماليك اسيد اسيس two carboxyl group in this position to each other. The compound is but 2-ene dioic acid. But 4 carbon, carbon carboxyl group, carbon 2 and carbon 3 double bond, carbon 4 carboxyl group, but 2-ene dioic acid, maybe cis like maleic acid or trans like fumaric acid. Also, aromatic acid. Examples of aromatic acid and they named by common name. Aromatic acid like benzoic acid, monocarboxylic acid, phenolic acid, dicarboxylic acid, salicylic acid contain OH, phenolic OH in addition to carboxylic group, anhydrous acid contain amino group in addition to carboxylic group, and cinnamic acid contain unsaturation. Okay, this is the names of some aromatic acid. Common name from the source of the acid. From the origin of the acid, you see in this name formic acid, which is named methanoic acid, formic acid from ant, and formica named formica formic acid, and what will be formic acid, acetic acid from the vinegar, it will be acetic acid. This is a common name. You back name ethanoic acid, and propionic acid from the milk, propionic acid. Propanoic. This is the EUPAC name. Propanoic acid. Here is propionic acid. Carbon 4 carbon. Butyric. Butyric from the butter. Butyric acid from the butter. EUPAC name. Butanoic acid. Number 5 carbons from the valerian root. Valeric acid, which is pentanoic acid. Okay. This is some common name and EUPAC name of carboxylic acid. In the carbon next to carboxylic group, this carbon in common name system, it will be alpha, then beta, then gamma, then delta. This is in common name. Carboxylic group not counted. Carboxylic group not counted. The carbon next or adjacent to the carboxylic group is called named carbon alpha, then beta, then gamma, and delta, and so on. But in the EUPAC name, carboxylic group is number 1. The carbon next to carboxylic group is carbon number 2, 3, 4, and so on. Okay? So this is the common name and the EUPAC name. The structure of carboxylic group. Carboxylic group consists from, as we said, carbonyl group and hydroxyl group. Carbonyl group, SP2, as in aldehyde and ketones, as we said, as we see in aldehyde and ketones, analogous to aldehyde and ketones. The double bond is 1 sigma and 1 pi. The bond angle is 120, so it's SP2 hybridization. SP2 hybridized, and the bond angle 120 degrees. Right? 120 means that it's planar. Planar. We said زاوية 120 معناها ان هي كلهم 120 120 120 so it's planar with the bond angle 120 carbon oxygen bond carbon double bond shorter than carbon oxygen bond carbon double bond 1.2 and the carbon oxygen bond double bond
1.2 and carbon oxygen single bond 1.36 angstrom. So the double bond is shorter than single bond. Carbon double bond oxygen shorter than carbon single bond oxygen. Okay. Resonance. Oxygen contains lone pair. So resonance of the lone pair on oxygen of OH group, as we see here, an oxygen of OH group overlap with the pi system of carbonyl group. Okay, so the oxygen double bond O more electronegative than carbon, so it takes electrons on oxygen. Oxygen become negative charge. The OH group contain oxygen contain unshared pair. Unshared pair make resonance. So oxygen of the OH group become delta positive. Become delta positive. And the carbonyl group, oxygen of carbonyl group become delta negative. So as we know, this is resonance. Resonance meaning electron delocalization. Electron delocalization. The final form, which contain oxygen, OH bond contain has positive charge. This is explain why carboxylic acid is acidic. Oxygen has a positive charge, so it will repel the proton. Proton removed easily. Proton removed easily as hydrogen positive charge due to the oxygen contain positive charge. Physical properties. Boiling point. As you expect, carboxylic acid is polar and the product molecules polar contain positive and negative oxygen negative charge, carbon positive charge. Okay, so it's polar. Protic means protic contain hydrogen on electronegative atom OH. So they have higher boiling point than alcohols, ketones, and aldehyde of similar molecular weight. Okay, acetic acid. وزي ما احنا شايفين كده الاسيتيك اسيد 118 البروبانول 97 لو اخدتها البروبانال 48 زي ما احنا شايفين عندنا هنا. طبعا ايه الفرق اللي عندنا اللي هنا؟ ان الكربوكسيليك اسيد عامل هيدروجين بوند بيعمل هيدروجين بوند بيبقى شكلها دايمر. دايمر يعني جاي من كلمه داي. داي يعني كل اثنين مولكيول مع بعضيهم بيعملوا ايه؟ دايمر. والشكل بتاع الهيدروجين بوند الدايمر واضح قدامنا هنا. هيدروجين بوند ان دايمر او اتش من مولكيول مع كربونال جروب المولكيول الثاني، ولو اتش بتاعت المولكيول الثاني مع كربونال جروب مع المولكيول الاولاني، وبالتالي بيعمل اثنين دبل بوند، وبالتالي كل اثنين مولكيول مع بعضيهم يعملوا دايمر. كويس؟ عشان كده في عندي اثنين هيدروجين بوند، عشان كده وراها هيدروجين بوند دي تبقى قويه جدا، تبقى قويه جدا. وطبعا هي ده السبب اللي هتخلي الكربوكسيليك اسيد عالي جدا في البويلنج بوينت، عشان هو بيعمل هيدروجين بوند قويه جدا دايمر. لو عندنا الالكول هيعمل هيدروجين بوند بس هيدروجين بوند واحده بس، وبالتالي الالكول اقل في البويلنج بوينت من الكربوكسيليك اسيد. طب والالدهيد والكيتون؟ احنا كنا قلنا الالدهيد والكيتون ما يقدروش يعملوا هيدروجين بوند. امال ليه؟ هما ليهم بويلنج بوينت تعتبر عاليه شويه عن الالكان والالكين والالكين، عشان زي ما احنا قلنا ان هما بيعملوا داي بول اتراكشن فورسز. طيب فعشان كده البويلنج بوينت عندنا. طيب السولبيلتي ان ووتر. كربوكسيليك اسيد بتبقى زي الالكوهول، سولبل ان ووتر. كويس؟ سولبل ان ووتر. كربون 1 2 4 كربونز اتومز ار فيري سولبل ان ووتر فورم هيدروجين بوند ويز 5 مولكيولز اوف ووتر. يو سي 5 مولكيولز اوف ووتر، 1 مولكيول 2 مولكيولز ويز ذا كربونيل جروب اند 2 مولكيولز ويز ذا او اتش ويز ذا او اوف ذا او اتش اند 1 مولكيول ويز ذا اتش اوف ذا او اتش جروب. 5 molecules of water, so it's very soluble in water, and from carbon to 1 to 4 carbon. Aliphatic carboxylic acid, colorless, liquids, or low melting point, low melting white waxes, white waxy solids. This is aliphatic acid. Aromatic acids, solid, are slightly stronger acids than aliphatic, less soluble in water, and less volatile. Usually are solid compounds. Acidity of carboxylic acid. Carboxylic acids act as acid. You know, ايه هو الاسيد؟ الاسيد اللي يدينا بروتون، لان هما because they are proton donor، يبقى carboxylic acid as proton donor. دلوقتي carboxylic acid احنا عرفنا هي بتشتغل act as acid، ليه؟ لان هي proton donor، هي عليها بروتون. طيب، مين اعلى في الاسيدتي؟ carboxylic acid اللي احنا بنسميها organic acid ولا الانorganic acid زي HCl، زي السلفوريك acid، زي النيتريك
لا طبعا كربوكسيليك اسيد ارويك اسيد ذان مينرال ان اورجانيك اسيد. تمام، بدليل احنا ايه، احنا مثلا عندنا في البيوت ممكن نستخدم الاسيتك اسيد اللي هو الخل في بيوتنا، لكن عمرنا طبعا ما هنستخدم ال HCl ولا السلفوريك اسيد في بيوتنا، عشان الكربوكسيليك اسيد اللي هم الاورجانيك اسيد زي الاسيتك اسيد طبعا ويك اسيد. تمام، طيب نفس الكلام برضه عندنا الساليسيليك اسيد بيستخدم في بعض انواع العلاج الكل وحاجات زي كده، طبعا عمرنا ما نستخدم السلفوريك ولا اتش سي ال ولا نحطه على جلدنا. تمام، ليه؟ لان هم الكربوكسيليك اسيد اللي هم عباره عن اورجانيك اسيد ويك اسيد عن المينرال اسيد. طيب لكن الكربوكسيليك اسيد بيكونوا فار مور اسيدك ذان الفينول اور الكحول على حسب عندي. بص كمان عندك ليه الاسيديتي والبي كي اي كويس، فالكربوكسيليك اسيد البي كي اي بتاعتها حوالي 5، الكربونيك اسيد حوالي 6.4، الفينول حوالي 10، الميه 15.7، الالكهول 16. فزي ما احنا شايفين ان كل ما تزيد البي كي اي كل ما الاسيديتي بتقل. طيب من الجدول ده بنشوف ان الفينول والالكهول بيكونوا ليس اسيدك هاي ليس اسيدك عن الكربوكسيليك اسيد. ايه السبب؟ يجي يسالك يقول لك ريزون فور كربوكسيليك اسيد مور اسيدك ذان فينول اور الكهول. السبب، اول سبب عندنا الريزونانس اللي احنا شفناه من شويه صغيرين، ريزونانس ستابلايزيشن. ريزونانس ستابلايزيشن اكونت فور هو كربوكسيليك اسيد ار مور اسيدك ذان اذر كومباوند ويز او اتش اللي هم الالكهول والفينول. تمام، يبقى عندي حاجتين الريزونانس والاندكتيف افكت. زي ما هشوف بعد السلايد اللي جايه الريزونانس ايه هو الريزونانس. الاندكتيف افكت طبعا انا عندي نيجاتيف اندكتيف افكت، بولر كربونال جروب اللي عندي نيجاتيف وذدروينج جروب، نيجاتيف وذدروينج جروب اتراكت الكترونز وذدرو الكترونز فروم ذا او اتش جروب انكريزنج اسيدتي. تمام، وبالتالي الكربوكسيليك اسيد لسببين اللي هي الريزونانس والاندكتيف افكت. الريزونانس زي ما دلوقتي اهو انا هتخيل عندي الالكهول وعندي الاسيد، هما الاثنين فعلتهم مع الميه كويس. الالكهول ادانا الكوكسايد، بس في الالكوكسايد نو ريزونانس. فين الريزونانس؟ مفيش ريزونانس. لكن في الكربوكسيليك اسيد رياكت ويز ووتر تو جيف كربوكسيليت. يو سي هنا كربوكسيليت زي ما احنا شايفين في عندي ريزونانس. ريزونانس هو اللي بيخلي ستابلايز الكربوكسيليت انايون، لكن في الالكوكسايد نو ريزونانس وبالتالي نوت ستيبل. زي ما احنا شايفين ان هو الاستابيلتي بتاعته البيك اي بتاعته عباره عن 16، لكن هنا البيك اي بتاعته عباره عن 5. يبقى الريزونانس في الكربوكسيليك اسيد هو اللي بيزود الاستابيلتي بتاعته وبالتالي يبقى مور اسيدك. زي ما احنا شايفين عندنا هنا الالكوهول مور انرجيتك وبالتالي ليس ستيبل، احنا عارفين يبقى تناسب عكسي. لكن في الكربوكسيليك اسيد ليس انرجيتك وبالتالي بيعمل ستابلايزيشن للكربوكسيليت وبالتالي مور ستيبل وبالتالي مور اسيدك. تمام، عندي ايه كمان بقول عندي اهو زي ما احنا شايفين عندنا ادي شكل الريزونانس بتاع الكربوكسيليك جروب. كربوكسيل جروب الاو كونتين نيجاتيف تشارج كربونيل جروب، زين ريزونانس الاو اصبحت دبل بوند والكربونيل جروب اصبح نيجاتيف تشارج. لو عملنا ريزونانس هايبريد اللي احنا شايفينه من تحت خالص اهو ريزونانس هايبريد معناها انا وزعت نيجاتيف تشارج، هنا في نيجاتيف تشارج والناحيه الثانيه في نيجاتيف تشارج، انا وزعت اصبحت عندك الاو هنا والاو هنا كل واحده فيهم عليها نص نيجاتيف تشارج، نص نيجاتيف تشارج، وهو ده احنا بنسميه ريزونانس عندنا. وطبعا يبقى هو ده سبب الاستابيليتي. تمام، طيب يجي بقى يسالني يقول لي ازاي تفرق بين الكربوكسيليك اسيد والفينو والالكهول بكيميكال تيست في المعمل نتيجه الاسيديتي، نتيجه ان هم مختلفين في الاسيديتي كويس. فانا لو عندي 3 تيست تيوب واحده فيها كربوكسيليك اسيد واحده فيها فينول واحده فيها الكحول، اعتمادا على ان الكربوكسيليك اسيد مور اسيدك عن الالكهول وعن الفينول هعمل التيست ده. في التست ده انا هعمل ايه؟ هاخد الثلاث انابيب اللي فيهم كربوكسيليك اسيد والفينول والالكهول، احط على الانبوبه الاولانيه، احط عليهم كلهم انا مش عارف مين فيهم، احط على انبوبه على كل انبوبه منهم كربونيت. لو حصل فوران وتفاعل عندي يبقى ده كربوكسيليك اسيد. كربوكسيليك اسيد ريدلي دي بروتونيتد ويز باي كربونيت، باي صوديوم كربونيت وصوديوم باي كربونيت. يبقى كربوكسيليك اسيد بسرعه جدا يحصل رياكشن، يحصل لها دي بروتونيشن مع صوديوم كربونيت او صوديوم باي كربونيت. هو طبعا هيتفاعل مع صوديوم هيدروكسيد، طبعا الهيدروكسيد اقوى من الكربونيت، لكن الكربوكسيليك اسيد تعرفوا ازاي ان هو هيتفاعل مع صوديوم باي كربونيت. تمام، طبعا اكيد هيتفاعل مع صوديوم هيدروكسيد، لكن انا هستخدم باي كربونيت في الاول. طيب الفينو والالكول مش هيتفاعل مع الباي كربونيت، ليه؟ لان الباي كربونيت ضعيفه والفينو زي ما احنا قلنا من شويه الفينو ضعيف في الاسيدتي والالكول ضعيف جدا في الاسيدتي، عشان كده الفينو والالكول مش هيتفاعل مع الباي كربونيت. لكن لو استخدمت صوديوم هيدروكسيد وهي اقوى
فالبازيستي من البيكربونات. ابص الاقي الفينول بتاعي هبتدي يدوب فينول ديسولف ان اكواس صوديوم هيدروكسيد، لكنه الفينول دونت ديسولف ان اكواس صوديوم بيكربونات. طب ليه؟ لان الفينول اسيد بتاعته ضعيفه، فيقدر يتفاعل مع الصوديوم هيدروكسيد عشان الهيدروكسيد قوي، يقدر يستحمله عشان هو ده قوي والتاني ضعيف شويه يقدر يتفاعل معاه، لكن الفينول ضعيف والبيكربونات ضعيف ما يتفاعلش معاه. طب نيجي للحاله الثالثه، الكحول مش هيتفاعل لا مع دي ولا مع دي. الكحول don't dissolve in either aqueous sodium carbonate or sodium hydroxide. الكحول مش هيتفاعل. يبقى الثلاث انابيب اللي عندي، الانبوبه اللي يحصل فيها ايفرفيسنس او نحط عليها كربونات يبقى دي كربوكسيليك اسيد، خلاص هستبعدها. اخد الانبوبتين التانيين اللي فيها الفينول والكحول واحط عليهم صوديوم هيدروكسيد. تحت الفينول بص تلاقيها هتدوب كويس لانها هتتفاعل مع صوديوم هيدروكسيد. الكحول مش هيتاثر مع الصوديوم هيدروكسيد ولا مع الكربونيت. تمام، يبقى كده انا قدرت افرق بين الثلاثه زي ما احنا شفنا بالظبط. تمام، طيب لو انا بقى عندي سبستيتشوانت اللي هو الار جروب اللي متصل بالكربوكسيليك اسيد، كربوكسيليك جروب، هبص الاقي هنا الاسيد سترينث is increased by electron withdrawing. المجموعه لو عندي electron withdrawing group هتزود الاسيديتي، في حين ان الالكترون دونيتنج جروب هتدي الكترونات كويس هتقلل الاسيديتي. الالكترون ويزدرونج جروب زي مين؟ زي الهالوجين بانواعها، كلورايد بروميد فلورايد ايودايد. تمام، او لو في عندي انساتوريشن زي مثلا سي تريبل بوند ان مجموعه النيتريل، كل المجاميع دي الالكترون ويزدرونج جروب هتزود الاسيديتي. لو شفنا عندنا مين هي، احنا عارفين مين هي المجاميع اللي هي الكترون دونيت، اللي هي الالكايل جروب. الكايل جروب الكترون دونيت ديكريز الاسيديتي. امثله من الكلام اللي احنا بنقوله دوت، اول مثال عندي لو انا حطيت الكترون دونيتنج جروب طبعا هتقلل الاسيدتي وتخلي كربوكسيليك اسيد ليس اسيدك. امثله لو اخذت عندك اول مثال، ابسط مثال من الاسيد اللي هو الفورميك اسيد وقارنته مع الاسيتك اسيد، ابص الاقي الفورميك اسيد مور اسيدك عن الاسيتك اسيد. الاسيتك اسيد عباره عن كربونتين، في عندي ار عباره عن سي اتش 3، اقل في الاسيتك اسيد ليس اسيدك عن الفورميك، الفورميك مور اسيدك عن الاسيتك اسيد. طيب الاسيتك اسيد عباره عن كربونتين، البي كي اي بتاعته 4.75. اخدنا بعد كده البروبانويك اسيد سيلي كاربون، ابص لقيت ان البي كي اي بتاعتي بقت 4.88، خليتها سبستيتيوتد بروبانويك اسيد اصبحت 4.86، خليتها تيرشري بيوتايل جروب بيسايد كاربوكسيل جروب، البي كي اي بتاعتي اصبحت عندي 5.05. زي ما احنا شايفين ان كل ما زود الالكايل جروب كل ما الاسيديتي تقل، يصبح عندي لان هي مجاميع الكترون دونيت ليس اسيدك. نبص اللي بعد كده، لو انا اخذت عندي مجاميع الكترون ويزدرون جروب طبعا الاسيديتي هتزيد. تمام، طبعا بس تاثير الاسيديتي هيتاثر بيه اذا كانت عندي المجاميع اللي عندي اختلاف على حسب الهالوجين اللي عندي. لو عندي اسيتك اسيد اهو حطيت عليه فلورو، حطيت عليه برومو، حطيت عليه كلورو، حطيت عليه فلورو، ابص الاقي عندي هنا ايه كل ما تزيد السلبيه الكهربائيه بتاعه الجروب. احنا عارفين ان الهالوجين الفلور اعلى واحده في السلبيه الكهربائيه في الاندكتيف افكت، الاندكتيف وزدرونج افكت الفلورايد، اقل منه الكلورايد، اقل من كلورايد البرومايد. تمام، ابص الاقي الالفا برومو اسيتك اسيد والالفا كلورو، الالفا كلورو مور اسيدك. طيب عندي الفا فلورو، الالفا فلورو هو ده الموست اسيدك منهم هم الثلاثه. تمام، وطبعا اعلى من الاسيتك اسيد. طيب جيت انا مثال بعد كده زودت مجاميع الهالوجين، بمعنى انا خدت عندي اسيتك اسيد اهو كويس مثال مونوكلور اسيتك اسيد وخليته داي كلورو اسيتك اسيد، خليته تراي كلورو اسيتك اسيد. شايفين ازاي؟ طبعا التراي كلورو بقى سترونجر اسيد، البي كي بتاعته 0.9 كويس، في حين البي كي بتاعت المونوكلور اسيتك اسيد 2.8 كويس. وبالتالي كل ما زود the larger the number of electron negative substituent the stronger the acid. تمام، لسه ما خلصنا، نكمل عندنا. لو انا خليت عندي المجموعه بتاعتي الفلور والكلور زي ما احنا خدناها من شويه اهي، يبقى المونو فلور اعلى من المونو كلور. طيب لو انا خليت الكلور جنب الكربوكسيل جروب الفا ليها او بيتا ليها او جاما، طبعا اكيد لما تبقى الفا لكربوكسيل جروب هتسحب منها اكتر عن ما تبقى بيتا لكربوكسيل جروب، عن ما تبقى جاما لكربوكسيل جروب. ليه؟ لان هتبقى في الحاله دي هي كلوزر للالكترون ويزدرون جروب، كل ما تبقى كلوزر اكتر كل ما تبقى ذا سترونجر ذا اسيد. تمام، كل ما تبقى قريب اكتر من الكربوكسيل جروب اللي هتسحب منها طبعا ده هيزود الاسيديتي اللي عندي. تمام، طيب نفس الكلام ده بالنسبه للالفاتك اسيد. لو انا عندي بقى اروماتيك اسيد،
تأثير السبستيتوت اللي على أروماتيك رينج هيأثر عندي في الأسيديتي. تمام؟ فأنا لو خدت عندي الموست أسيدك فيهم النيترو جروب أورسو نيترو بنزويك أسيد أورسو نيترو بنزويك أسيد. طبعا أنا عارفة النيترو جروب مجموعة إلكترون وزدرومين قوية جدا جدا، وأكتر حاجة تبقى وزدرومين لما تبقى هي في الأورسو إفكت. هي صراحة ليها تأثير وزدرومين وليها كمان حاجة اسمها الأورسو إفكت، إن هي بتزود الأسيدتي، بتعمل بوند مع الكربوكسيل جروب وتزود الأسيدتي عندي. تمام؟ طيب فبص الاقي عندي الاورسو نيترو بنزويك البي كي بتاعته 2.16، البارا نيترو البي كي بتاعته 3.41%، الميتا نيترو البي كي بتاعته 3.47%. يبقى يجي يسالك يقول لك الاورسو نيترو والميتا نيترو والبارا نيترو مين فيهم اعلى في الاسيديتي. دايما دايما تخلي بالك الاورسو سبستيتيوت بنزويك اسيد هم ليهم اعلى اسيديتي، الاورسو سبستيتيوت. طيب انا حط مجاميع النيترو اهم اللي موجودين عند حلقه البنزين، واخدت مجموعه بنزويك اسيد فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه. نيجي بقى مجموعه زي الميثوكسي جروب. الميثوكسي جروب هي مجموعه عشان الاو عليها انشورد بير، فبالانشورد بير بتدي الرينج، تدي الكترونات للرينج، الكترون دونيت للرينج، الكترون دونيت للرينج. كويس؟ هي ما تقوليش ان هي الميثوكسي جروب الاو الكترون وزدرونج، بس هي عليها انشورد بير، والانشورد بير هيدخل في ريزونانس مع الحاله بتاعت البنزين، وبالتالي هيدي الكترونات لحاله البنزين، وبالتالي الاسيديتي عندي هتقل، والدليل عندي البي كي بتاعتي اصبح 4.46% اقل من البنزويك اسيد اللي هو 4.19%. تمام؟ يبقى ده تاثير السبستيتوانت افكت على الاسيد بتاعت الكربوكسيليك اسيد سواء مالفاتك او سواء ارماتك. تمام؟ دلوقتي احنا بنتكلم على الايه السنسز، هحضر ازاي الكربوكسيليك اسيد. صراحة طرق السنسز لكربوكسيليك اسيد اغلبها طرق مش جديدة، انت اخدتها قبل كده. كويس؟ هعمل سنسز لكربوكسيليك اسيد من كذا طريقة. اول حاجة هعمل اوكسيديشن لين البرايمر الكول او الالدهيد، اخدتها قبل كده سواء برايمر الكول او الدهيد هعمل له اوكسيديشن. انا مش هخاف من اي حاجة، انا هعمل اوفر اوكسيديشن، حط عندك برمنجانات، حط عندك دايكورميت هيتحول الى كربوكسيليك اسيد بس كده. لا ممكن لو انا لو اخدت الالدهيد كمان احط له معطلنزر ايجنت زي ما هشوف السلايد اللي جايه بعد كده. تمام؟ يبقى اوكسيديشن للبرايمر الكول او الالدهيد. طيب كربوكسيليشن يعني ايه كربوكسيليشن؟ يعني هدخل كربوكسيل جروب كربوكسيليشن للجرين ريجنت. تمام؟ هعمل اخد عند جرين ريجنت اللي هو الار بتاعتي وادخل عليها كربوكسيل جروب ويدينا كربوكسيليك اسيد. تمام؟ هاخد هعمل هيدروكسيل للنيتريل، واحنا شفنا في المحاضره اللي فاتت ان لو كان عندي الصيانو جروب عملت لها هيدروكسيل مع شويه اسيد وميه وسخنت الصيانو جروب اتحولت الى كربوكسيل جروب. تمام؟ هعمل كمان اوكسيديشن للالكيل ماشي مع البوتاسيوم برمنجانيت او مع الاوزون، او هحضرهم التولوين زي ما شفنا المره اللي فاتت، تولوين برضه اللي عليها سي اتش 3 اوكسيديشن مع سترونج اوكسيدايزنج ايجنت هيتحول الى بنزويك اسيد، او كمان رقم 6 هعمل اوكسيديشن للمسايل كيتونز اللي هو الهالو فورم رياكشن. وزي ما هنشوف عندنا التفاعل بتاعنا نشوف ازاي نمسك كل واحده من دول من الست طرق دول ونفردهم كل واحده فيهم بالتفصيل. طريقه منهم اللي هي اوكسيديشن للبرايمر الكول اند الدهيد. انا لو استخدمت الالدهيد ممكن اعمل له برمنجانيت او دايكروميت، مفيش مشكله. ممكن اعمل ايه كمان الالدهيد؟ تجربه خاصه للالدهيد ان اضيف له بتولوزر ايجنت اللي هو عباره عن ايه؟ سيلفر داي امينو هيدروكسيد اللي احنا خدناها المحاضره اللي فاتت. تمام؟ او اخد البرايمر الكول واعمل له اوفر اوكسيديشن مع سترونج اوكسيدايزنج ايجنت زي البرمنجانيت او الدايكروميت هيتحول الى كربوكسيليك اسيد. تمام؟ ماشي؟ امثله من الكلام ده كله. خلي بالي ان انا الالدهيد او الكيتون نفس عدد الكرب، انا ما زودتش حاجه. انا الكربونه بتاعت الالدهيد اهي اللي هي سي اتش او، او الكربونه بتاعت البرايمر الكول اللي هي سي اتش 2 واتش اتحولت الى كربوكسيل جروب، ما زودتش عدد الكربون، سيم نمبر اوف كربون اتومز. لو انا اخدت ال1 بيوتانول كونفرتد تو بيوتانويك اسيد باي اوكسيديشن ويز بوتاسيوم بايكروميت اور بوتاسيوم برمنجانيت. Also if we take بيوتانال الدهيد ويز بوتاسيوم برمنجانيت it will be oxidized to butanoic acid. Also we take بيوتانال ويز تولينزر ايجنت as we said a silver di amino hydroxide it will be oxidized to butanoic salt with neutralization acidification it will be butanoic acid and if silver mirror as we said in polynzy test polynzy reagent test silver will be reversed as silver beta this is oxidation with aldehyde or primer carboxylation of green reagent
Greening agent is prepared from alkyl halide, Rx, in presence of diethyl ether and magnesium turning. البرودكت بتاعت المغنيزيوم مع anhydrous solvent اللي هو diethyl ether اللي هو DEE. DEE diethyl ether. في وجود المغنيزيوم turning البرودكت بتاعت المغنيسيوم. Converted to Grignard reagent RMGX. Alkyl or halide magnesium halide. In presence of carbon dioxide gas. كويس؟ It will be converted to RCOOMG الميكانيزم. بتاعت التفاعل ده عشان تبقى بس فاهم ايه اللي حصل عندي. R Grignard R negative charge as we said before. R carbon in group 4. Magnesium in group 2. So R contain negative charge. Delta negative. Magnesium delta positive. R negative will be added to carbon. Carbon attached to O and O. CO2. Carbon positive add R negative to carbon positive. طبعا هنرفع البوند على الأكسجين. بعمل addition. Nucleophilic addition. Nucleophile R سالبة. Nucleophile. Nucleophilic addition. هرفع البوند على الأكسجين. الأكسجين هتبقى negative charge. هتاخد ال MGX. الأكسجين السالبة. هتاخد ال MGX. تعمل معاه ربط. تمام؟ طيب. هاجد ده زي ما احنا قلنا ان في كل التفاعلات اللي فيها جرينيارد او فيها اورجانو ميتاليك انا دايما بضيف شويه اسيد وميه اهو زي ما خد بالك عندك هنا اسيد وميه كويس يحصل هيدروليسيز والاو هنا تصبح او اتش كويس والمغنيسيوم ثنائي يخرج معاه هالوجين يخرج معاه او اتش اللي بعد الميه تمام خلي بالي هنا بقى ان انا في الحاله دي في المثال ده انا زودت الكربون تشين باي 1 كربون اللي هي بتاعت مين اللي بتاعت كربون دايوكسيد كويس فانا كنت بادي بي ار اصبح ار كربوكسيل جروب فانا زودت الكربون تشين اللي هي الار بمقدار كربون اللي هي الكربوكسيل جروب تمام يبقى احنا زودنا كربون تشين فعندي مثال اهو لو انا اخدت عندي الواحد بروبان بروبان 3 كربون كويس 3 كربون واحد برومو بروبان حولت الى جرين مع المغنيسيوم حولت الى جرينيارد ريجنت فعلت مع الكربون دايوكسيد وفي وجود اسيد وميه راح اداني هو كان بروبان 3 كربون اصبح 4 كربون بيوتانويك اسيد كمان مثال لو انا خدت عندي الترت بيوتايل كلورايد كويس وفعلته ده عباره عن الكايل هالايد فعلته مع المغنيسيوم وادانا المغنيسيوم جرين ايجنت فعلته مع كربون دايوكسيد ومع اسيد وميه راح اداني عباره عن طبعا هو عباره عن مشتق من البروبانويك اسيد كربون رقم 2 عليها ميثايل وميثايل so it will be 2 dimethyl propanoic acid convert برومو بنزين الى بنزويك اسيد ازاي يحول البرومو بنزين الى بنزويك اسيد زي ما احنا شايفين كده في السؤال يجي لي كده حول البرومو بنزين الى بنزويك اسيد انا هعمل ايه الاحظ ان انا زودت الكربون بتاعت الكربون دايوكسيد اللي هي كربوكسيل جروب اعمل ايه احاول افاعل البرومو بنزين اهو مع المغنيسيوم تمام حولته الى فينايل مغنيسيوم بروميد تاني فينايل هي حاله البنزين فينايل مغنيسيوم بروميد فعلته بعد كده مع الكربون دايوكسيد وبعدين هيدروسيز مع الاسيد والميه راح مديني البنزويك اسيد يبقى يجي يقول لي ازاي حولت البرومو بنزين الى بنزويك اسيد عن طريق اني فعلتها مع الجرينيارد ريجنت تمام طيب دي الطريقه رقم 2 الطريقه رقم 3 ان انا هعمل هيدروليسيس للنيتريل زي ما احنا شايفين هيدروليسيس النيتريل احنا قلنا قبل كده مجموعه السيانيد اللي هي النيتريل اول ما افعلها مع شويه اسيد وميه واسخن هتتحول الى كربوكسيل جروب تمام طيب اهي نفس الكلام افعلها مع كربوكسيل جروب طبعا بتبقى في وجود الالكالي ميديا بتبقى عباره عن صوديوم صود اعمل لها اسيديفيكيشن تحول لكربوكسيل جروب طيب هو انا بجيب ازاي الالكايل نيتريل دوت انا بجيبه من الالكايل هلايد وفعل مع الصوديوم سيانايد والتفاعل بتاع ده بيكون SN2 reaction تمام؟ طيب تفاعل مع صوديوم سيانايد يدينا الكايل سيانايد فتلاحظ انا كنت بادي بالار بتاعتي زودت عليها سيانايد زودت كربون عن الالكايل جروب so add one more carbon to the alkyl halide chain تمام؟ اصبح عندي الكايل سيانايد السيانايد عمل لها هيدروسيز مع اسيد وميه بتحول لكربوكسيل جروب مثال تطبيق الكلام ده كله ازاي يحول الواحد برومو بيوتان الى بنتان اوك اسيد بنتان اوك اسيد 5 كربون
والبيوتان عبارة عن 4 كربون، زي حول واحد برومو بيوتان إلى بنتانويك أسيد 5 كربون، يبقى أنا بفهم برضه إن أنا عندي كربون شيل، زودت كربون شيل بمقدار كربونة، تمام؟ فأنا هعمل إيه؟ آخد عندي الواحد برومو بيوتان أهو، وأفعل مع صوديوم سيانايت، أزود الكربونة اللي عندي، هيخرج عندي طبعًا صوديوم بروميد ماليش دعوة بيه، ودخل عندي مجموعة السيانايت، تمام؟ يبقى يتحول إلى بنتان نيتريل. اللي لما اعمل له هيدروليسيز نيتريت عشان بنعمل سيانايد، لما اعمل له هيدروليسيز مع اسيد وميه يتحول الى بنتان اويك اسيد، يتحول الى بنتانويك اسيد، كده انا زودت كربونه. التفاعل كده رقم 4، هعمل اوكسيديشن للالكين، تمام؟ اوكسيديشن للالكين زي ما حملنا قبل كده. طبعا اوكسيديشن للالكين انا عارف الالكين لو عملت له مع بوتاسيوم برمنجانيت، وطبعا انا ممكن يتحول الى كربونال كومباوند، يتحول الالدهيد، لا انا عايز يحصل اوفر اوكسيديشن، فحط بوتاسيوم برمنجانيت في وجود الكالاين ميديوم واسخن. بوتاسيوم برمنجانيت والكالاين ميديوم واسخن، طبعا في وجود الكالاين ميديوم اتحول لصوديوم صولت، اعمل له اسيدفيكيشن، يتحول الى 2 كربوكسيليك اسيد، 2 كربوكسيليك اسيد. او استخدم ايه؟ او استخدم الاوزون زي ما احنا اخذنا اوزونوليسيز، تمام؟ الاوزون وبعد كده هعمل هيدروجين بيروكسيد، اعمل اوكسيديشن للكربونال كومباوند الموجودين عندي، اتحوله من الدهيد تحول لكربوكسيليك اسيد، بالتالي انا بقول عندي الكين كان بي اوكسيدايزد اكسيديتيفلي كليفيش، عشان بعمل اوكسيديشن وبعمل كليفيش كمان. تو كربوكسيليك اسيد باي ذا يوز اوف ايذر بوتاسيوم برمنجانيت اور اوزون. اوكي؟ اكزامبل لو اخذت عندي الالكين بالطريقه دي وفعلت مع بوتاسيوم برمنجانيت في وجود الاسيد اداك تو كربونال كومباوند، طبعا الكيتون ده مش هيحصل له حاجه، لكن الالدهيد اللي عندي هنا ده اللي هو عباره عن الاسيت الدهيد هيتاكسد ويتحول الى اسيتيك اسيد. تمام؟ دي الطريقه رقم 4. طريقة رقم 5 احنا اخذناها قبل كده واخذتها انت في الترم الاولاني، ان لو اخذت الالكايل بنزين زي التولوين زي الايثايل بنزين كلهم دول افاعيلهم مع بوتاسيوم برمنجانيت هيتحول الى بنزويك اسيد، يبقى لو اخذت التولوين وفعلت مع بوتاسيوم برمنجانيت هيحصل اوكسيديشن يتحول الى بنزويك اسيد. الطريقه السادسه والاخيره اني اعملها من الهالفورم رياكشن، اوكسيديشن اوف اسايل كيتونز، اخد عندي الهالفورم رياكشن، تمام؟ قلنا في الهالفورم رياكشن لازم يكون عندي استايل جروب سي اتش 3 جنبها كربونايل جروب، افعلها مع الهالفورم اللي هو الهالوجين عندي الايودين مع الصوديوم هيدروكسيد، طبعا هيديك الصوديوم صولت للكربوكسيليت، اعمل له اسيدفيكيشن يتحول لكربوكسيليك اسيد، وطبعا هيدينا ايودوفورم زي ما احنا عارفين التست عباره عن الايودوفورم او الهالفورم رياكشن. تطبيق للكلام ده، تمام؟ طبعا احنا عرفنا الايودوفورم الراس لونه اصفر. تطبيق للكلام ده، ازاي تحول الاسيتوفينون الى بنزويك اسيد؟ ايه هو الاسيتوفينون؟ عباره عن حلقه بنزين جنبها كربونيل جروب وجنبها سي اتش 3، تمام؟ ادي عندك الاسيتوفينون اهو، عباره عن الاستايل بنزين، اسيتايل بنزين، ودي مجموعه الاستايل جروب. احنا شرط عندنا الفورم اللي يكون عندك استايل جروب، استايل جروب فاعلها مع الايودين، طبعا احنا قلنا 3 مولكيول ايودين و4 صوديوم هيدروكسيد، تمام؟ في الاول 3 ايودين مع 3 صوديوم هيدروكسيد هيديك الايودال اهو. السبستيتيوشن للسي اتش 3 هتصبح سي اي 3، وبعد كده اضيف المولكيول الرابع من الصوديوم هيدروكسيد في وجود الكالاي ميديوم يحصل عندك كليفيش، يحصل عندك اوكسيديتيف كليفيش، هدخل عندك كربوكسيل جروب الاو زياده ويبقى صوديوم صول صوديوم بنزويت، صوديوم بنزويت، وطبعا عندي ايود فورم لونه اصفر، الصوديوم بنزويت عامل له اسيدفيكيشن تتحول الى بنزويك اسيد. كده انا حضرت الكربوكسيليك اسيد بست مختلفة، تمام؟ يجي مثلا يسألك يقول لك ازاي تحول الاسيتوفين الى بنزويك اسيد؟ ادي احنا قلناها. ازاي تحول البرومو بنزين الى بنزويك اسيد؟ برضه احنا قلناها هي الطريقة بتاعت الجرينر، احنا قلناها قبل كده من شوية صغيرين، تمام؟ برضه ازاي تحول الواحد برومو بروبان الى بيوتانويك اسيد اللي هي برضه مع الجرينر، تمام؟ بعد كده احنا هندخل على سؤال كمان، تطبيق التفاعل بتاع السيانايد. لو انت عندك السيانايد البنزايل بورمايد، بنزايل بورمايد فعلته مع صوديوم سيانايد، تمام؟ ماشي، طبعا هيطلع عندك البي ار مع الصوديوم ودخل عندي مجموعه السيانايد، تمام؟ بعدين اعمل اسيدفيكيشن مع اسيد، وبالتالي هيدينا ايه؟ هل هيدينا رقم 1 ولا هيديك رقم 2 ولا هيديك رقم 3 ولا هيديك رقم 4 ولا هيديك رقم 5؟ نفكر شويه. انا بقول مجموعه البي ار هتخرج مع الصوديوم ودخل مجموعه السيانايد مكان البي ار، تمام؟ طيب بعد كده مجموعه السيانايد اللي دخلتها هنا مكان البي ار هعمل لها هيدروليسيز مع الاسيد والميه، يعني هتصبح هنا كربوكسيل جروب، وبالتالي البرودكت بتاعي هو رقم
3. هو ده رقم 3، هو ده البرودكت بتاعي. تمام، دي نوعيه من نوعيات الاسئله اللي ممكن تجي لك في الامتحان، ماشي، نخلي بالنا منها. تمام، ازاي احول الواحد برومو بيوتان الى بنتانويك اسيد؟ برضه احنا قلناها من ضمن الطرق ان افعلها مع صوديوم سيانايد، يبقى السؤالين دول تطبيقات على السيانايد او النايتريت. تمام.